لكل عشاق الرياضة، برنامجكم اليومي جديد سبور ميكس على راديو مسك. رجعنا من جديد في سبور ميكس نحكيوا عن النادي الافريقي في اخر جزء من حصتنا اليوم. خلينا نبدا معك انت يا استاذ كمال بن خليل، باش نعطيو شويه اخبار الجماهير النادي الافريقي اللي قاعده تتبع فينا بخصوص الملاعب الكاميروني اللي باش يصحف النادي الافريقي، باش نعطيكم شويه تفاصيل ماليه بخصوص خاصه العرض المالي للملاعب هذا اللي باش يتحصل عليه اللاعب هذا اللي عنده شويه اشكال. العقد تقريبا المقترح من اداره النادي الافريقي هو عقد بثلاثه مواسم، نحكيه بطبيعة على المهاجم الكاميروني أرموند كو اللي كان في المنتخب متاع بلاده في الفترة الماضية، الأوفر على 3 سنين من النادي الإفريقي تقريبا فيه العام الأول 160,000 دولار، العام الثاني 180,000 دولار، العام الثالث 200,000 دولار. الجماهير الإفريقي تتسائل التوى علاش ما صححش الملاعب هذا، يبدو أنه حسب الدكتور محسن ترابلسي عنده إصابة صغيرة الملاعب هذا تنجم تخليه بعيد شوية عن الميادين شهرين. لهنا خلى الهيئة نتاع الكلوب تتردد في التوقيع مع الملاعب هذا. خلينا ناخذ رايك استاذ الساعة في المونتون اللي باش ياخذوا الملاعب معناتها والموضوع نتاع اصابته. المونتون اعتقد انه عادي بالنسبه للملاعب، كيف هو لاعب دولي معناتها في المنتخب وهداف البطوله عمناه، ولا اعتقد انه في الدوري الكاميروني هو الهداف، دونك اعتقد انه المونتون عادي. بالنسبه للاصابه هذا امر معناتها يقدروا الاطار الطبي، لانه السنه سياسه جديده في النادي الافريقي انه يعني القرار نتاع الجهاز الطبي حاسم جدا في معناتها حصول الانتداب من عدم، واكبر دليل على ذلك الملاعب الفرنساوي اللي المدرب رغب فيه بشده، متعرف هذا انت اسلام معناتها معناتها جاب حب عليه بالاسم، معناتها بالاسم قال لهم جيبوا لي فلان، اللي طارت وقت اللجنه الطبيه قالت لا، وفي الماتش اللي لعب فيه ورا حاجه باهيه ورغم ذلك معناتها الجهاز الطبي قال لا الملاعب هذا ما ينجمش يصح، فما صححش. لهنا معناتها اعتقد اذا كان اصابه خفيفه ماهيش باش تكون عائق، يعني اذا اصابه مجرد اصابه خفيفه تنجم تصير، يعني هو ينجم يصحح وبعد جمعه يتضرب في الماتش. دونك اعتقد انه انا رايي حسب المعلومات اللي عندي انهم ماشيين في اتجاه الامضاء مع الملاعبي هذايا اللي هو في محل منافسه من فرق جزائريه، ثم فرق جزائريه تحب عليه القبائل وستيف اكزاكت. دونك الاتوال داخله فيه شويه والاتوال بون، اما اعتقد انه هو الدور اللي حاولت الوجه نتاعو من الاتوال بوديتو مش صحيح. لا مش صحيح، اسال جماعه الاتوال تقول ليه دخلوا نيغوسياسيون ماهوش صحيح، نعطيك هو من الاول فرق جزائريه دخلت فيه. لا مجدة ما تبداش ترمي في كلام ماهوش صحيح، ماهوش صحيح اللي حكى لك كذب عليك. لا جماعة الإتوال ما يكذبوش، لا يكذبوا عليك إذا حكاوا لك جماعة الإتوال اللي حكاوا لك يكذبوا عليك على خاطر الملاعب هذايا اتصلت به فريق. لا ما حاولنالوش، كلمتك خايبة، حاولنا له الوجهة ما حاولنا لهش الوجهة نتاعو. الملاعبي جاء من الطرابلس نتاع المنتخب بيد لافيون قصتها النادي الإفريقي، وإذا أنت تحب تحكي على تحويل الوجهة باش نحكي لك، ما لنا سكوب، أنا كنت حاضر في المطار وثم شكون جاي حاب يحول وجهته في المطار باهي من جمعية أخرى. لا أنا حاضر، أنا قلت لك حاضر اسبيرونس ما فوكوش الملاعبية. لا أنا قلت اسبيرونس أنا نجيبو من بريسيل من نجيبوش من كامرون، أنا في بالي بيك أفون سونتر مش جارديان. مروان قال له الاسبيرونس، أي مروان قال دونك الملاعب هذايا أنت تقول ثم شكون حاب يحول له وجهته على النادي الإفريقي مش العكس، لانه النادي الافريقي هو اللي جابه لتونس وهو اللي خلص له البي، وكان معناتها مبعوث النادي الافريقي موجود، ومن الطاف الله انه ما عادش بين ظفرين نتصرفوا بحسن نيه فريق من المحترفه الاولى. دونك ولينا معناتها دخلوا له لداخل وخذوا الباسبور نتاعه، وكان ما خذوش باسبور ويحتمل عطينا اسم الفريق شكون. لا ما في العاصمه راه فما الملعب التونسي، انا قلت في المحترفه الاولى ما قلتش من العاصمه. تحكي على ايطوال ما نعرفش اسال قوبانتيني الكلوب ايش حبيت تقول؟ انا نعرف اللي هو نيكوز السوم على ايطوال وما فماش حتى جمعيه من تونس حبت تفك، وهو مازال انت قلت حول وجهته مازال مازال دبي اللي قلته مازال مضروب، مازال ما نعرفوش حتى شيء، مازلنا ما نعرفوش عليه حتى شيء. انت شبيك تراجعت؟ مش قلت حبوا يحولوا له وجهته؟ لا قلت كان اون نيغوسياسيون دخل مع ليتوال. لا قلت ما استعملش كلمه تحويل وجهه. لا انت قلت انت قلت فكيتوا لي، انت قلت تحويل وجه. لا اي ليتوال كان اون نيغوسياسيون معاقب عليها ريجيني. لا مش مروان الكلوب تحتاج مهاجم اليوم بلا ايدو، ما عادش قادر يفيد الفريق. بوم اسلام الحقيقه اليوم من النادي الافريقي على حسب ما نجمش نحكم على فريق مازال في بدايته،
دونك مدرسه جديده، انترونور جديد، اجواء جديده في الفريق، ملعبيه شبان، وكما ترى معناتها قامت بانتدابات الحقيقه على الورق اليوم ناجحه النادي الافريقي، ما يتبقى على الميدان مازلنا ما نعرفوا شيء، ما نجموش نحكموا على فريق في بدايه الموسم تاعو، ما يتبقى كل عام النادي الافريقي يقول لك احسن فريق احسن فريق، ما هذا انا ما يهمنيش لكونه مازلنا ما شفناش النادي الافريقي، شفنا بدايه الموسم مع اتحاد بن قردان معناتها بون في تيرا صعيب، وبن قردان كانت ماهيش حاضره كوم يلفو، وانا نعرف شنو نقول، كنت موجود في بن قردان حسب معلوماتي كونه فريق مازال ما عملش كيما نقولوا الريكروتمون اللي حاجته بيه، تعمل نيور في بن قردان ما يتبقى النادي الافريقي ممكن راه في السكه صحيحه على حسب الريكروتمون اللي قامت بها اليوم، كنت تنتبه بزوز ملعبيه اللي كانوا بارزين في البطوله الخضراوي وحمزه بالعبده تحسب المسؤولين النادي الافريقي مع كيف ايت مالكي كان زاد كيف حاسم اتحاد الرياضي المونستيري سيتان جون وباش يزيد يقدم يعطي البلوس في البطوله التونسيه زاد كيف الزمزمي، ماذا ما يمنعش كونه النادي الافريقي تنجم تكون قاعده ماشيه في السكه صحيحه بارابور العام الاول، يتبقى من ناحيه معناتها في الهجوم يدو يظهر لي ما نعرفش اسكو البروفيل اللي يحب عليه المدرب، خاطر اليوم كي تجي تشوف اصرار في الخضراوي اللي يلعبوا اكثر على الكوتي ورابيد سون رابيد معناتها كيما نشوفوا زاد الزمزمي يمشي يدخل لل 18، مي ممكن المدرب يعمل عليه كيما نقولوا كاستاسيون، يتبقى سافوار معناتها شنو البروفيل اللاعب نتاع المدرب، حاجه بيت تحسب المسؤولين النادي الافريقي عرفت قامت انتدابات مدروسه. خلينا نكمل معك احمد، ما عادش عندي برشا وقت، في كلمه تقييمك لانتدابات النادي الافريقي ما سمعناكش في الموضوع هذا. انا في تقديري النادي الافريقي فريق بدا يتعافى، النادي الافريقي عمل اللي يلزم من نواحي كل، رفع المنع من الانتداب، عمل ريكروتمون تقريب 9 ملاعبيه انا نتصور فيهم الكاليتي ملاعبيه فيهم تقريب 9 اكثر 11 ولا 12 11 ملاعب اكثر حتى اكثر 12 انا في تقديري الملاعبيه اغلبهم اللي جايين من النادي الافريقي ملاعبيه دو كاليتي، يقعد لازم ياكدوا هذاك على الميدان، انا في تقديري كل شيء باهي في النادي الافريقي لكنه بحاجه الى نوع من الهدوء خاصه من فئه كبيره من جمهور النادي الافريقي اللي يتلذذ بجلد الذات، سيبوا الجمعيه خليها ساعه تمشي ونشوفوا خلي دور كوره وتبان بكوره ونشوفوا الجمعيه وين ماشي من الاول الماتش معناتها قامت القيامه على معز حسن والبيفو احمد خليل. شنو عمل احمد خليل ولا حارس المرمى؟ ما عنديش برشا وقت احمد، نرجع اكيد نحكيو فيه الموضوع عن الافريقي باكثر تفاصيل في الايامات الجايه. هكا نوصلوا نهايه اول حصه اليوم في سبور ميكس، كالعاده موعدنا يتجدد كل يوم الاثنين يا جماعه على 11 متاع الصباح حتى نصف النهار. شكرا برهان في الاخراج، شكرا للكل في الديجيتال، اجمل تحيات اسلام المتبع. لكل عشاق الرياضه